السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القضية الفلسطينية هي عقيدة بالنسبة للجزائريين. تعالوا مع بعض نشوف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق ماذا قال عن القضية الفلسطينية ولاعبي المنتخب الفلسطيني. طبعا مبروك للجزائر وأهل الجزائر وفوزهم علينا نحن 5-0. تحية كبيرة لجميع المتابعين قناتي يوميات شادي العموري وكل من يرى هذا الفيديو، أتمنى وضع اللايك والاشتراك. يلا مع بعض نسمع شو حكى عبد الرزاق صقاق. والله يعني العدو والصديق يعرف موقف الجزائر من القضية الفلسطينية، ولا نحتاج إلى أي كان باش يزايد على الجزائر، من أعلى هرم السلطة إلى أبسط مواطن في الجزائر. القضية الفلسطينية هي عقيدة بالنسبة للمجتمع الجزائري، وبالتالي لا نحتاج إلى مزايدة. الآن الرياضة وأحكامها لها أحكامها، لكل مقام مقال ويناقش كل حالة بحالة. عندنا دخلنا باش نخلو لاكو في بلادنا إن شاء الله، بديناها مليح، مازال لي ماتش، مازال لي ماتش تاع الإمارات والسودان إن شاء الله نقدم لاعب جزائري اليوم. والآن احنا جينا لهنايا باش نخلو لاكو في بلادنا، أنا حابين نخلو لاكو في بلادنا ونفرحوا الشعب تاعنا وحظ أوفر للمنتخب الفلسطيني في المباريات القادمة. هذا ماتش سبيسيال مع إخواننا، ربي يكون معهم في القضية تاعهم، وهذا إن شاء الله. لا شغل درنا تربصات كثير مثل تربص ديك جدة، وين تأقلمنا مع الوضع الحمد لله يا ربي، لقينا روحنا حضرنا مليح بدنيا تقنيا وذهنيا. رانا واجدين، أنا مصرين باش ندوها هلا إن شاء الله. المقابلة تاع اليوم يعني بصراحة أجواء جديدة علينا كفلسطينيين، إحنا متعودين نلعب أرضيات عشب صناعي، أرضية عشب طبيعي في جو حار كثير، ما كناش سيئين بصراحة في النتيجة اللي تلقيناها. كان بإمكاننا في الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني، أن نعدل النتيجة ونتقدم حتى، ولكن قلة خبرة لاعبين منتخبنا وخبرة لاعبين. مبروك للجزائر مهما حصل. احنا دائما نحكي انه الجزائر وفلسطين دائما واحد، فلسطين فازت، الجزائر فازت، طبعا هي الجزائر هي اللي فازت علينا. احنا هذه مباراة كان اسمها مباراة الجزائر. مبروك للجزائر حبيبتنا واختنا، وطول عمرنا رايحين نفضل على طول روح بجسدين واحد. اتمنى من اخوان اخواتي اذا عجبكم هذا الفيديو وضع اللايك والاشتراك، وانتظر ارائكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.